بسم الله، نشوف مع بعض ازاي اشيل البالون دوت من الصورة ديت. اجي اقول له من فلتر، هقول له convert for smart filter، اقول له اوكي. وبعد كده هاجي من فلتر هقول له انا عايز كاميرا رو فلتر، احدد اي حاجة انا عايز اشيلها من هنا سبوت ريموفال. تمام، يعني ممكن عايز اشيل مثلا البالون دوت، اروح معلم عليه. تمام، ممكن اصغر المقاس بتاع الفرش من هنا، هو اوتوماتيك شالها، لو دوست اوكي هلاقيها شلت. تمام، ممكن اقول له انا عايز اعمل فلتر تاني، اروح مصغر الحجم بتاعها مثلا او اكبره زي ما انا عايز من هنا. تمام، عايز اشيل مثلا اللي هي ديت على سبيل المثال، مجرد بس نوع من التدريب دي شالت. ممكن تشوف بقى ده انت محتاجه ولا مش محتاجه، اقول له اوكي.